السلام عليكم، انا رجعت معكم سموتي فيه نص تفاحه، كمشه ديال السبانخ، لي زيبينار، طريف ديال الكمكمبر الخيار، طريف ديال الجنجمبر طري، الزنجبيل طري، نص حامضه سواء الحامض الاخضر سواء هذا، حيت غناخذو غير العصير ديالو، واحد شويه ديال النعناع والمعدنوس فوالا، زائد الكركم، معلقة الكركم، والماء ديال الكوكو او دو كوكو فوالا. كناخدو هذا ديالنا زائد النعناع وهذا التفاح ليزيبيناغ او المعدنوس. مهم عصرنا، كناخدو الجنجبر، كناخدو غير الماء ديالو، كنعصرو بهادي ديال الثومه، كناخدو غير الماء ديالو. خدينا معلقه ديال الكمكمبر وغنضيفو عليها الماء ديال الكوكو، بامكانكم ديروا الماء عادي غير كاس. فوالا هاد السموتي هذا يستحسن تشربوه على الريق ولا قبل الماكله بواحد الساعه عاد باش تاخذوه، ولا تعشوه به العشاء كوجبه عشاء. كيف ما كتعرفوا كل شيء راه هذا الشيء اللي كاين هنايا كله عنده منافع. المهم بلا ما نهضر لكم على المنافع ديال الجنجبر ديال هذا، وصافي وغادي نطحنوا. حمض، عود ديال القرفة، زنجبيل طري، عصرت شوية الحامض هنايا، ندير ديتوكس من بعد الأكل، نديرو عشرة الحامض، ونصفيو الماء طيب. هذا هو الديتوكس ديالنا، وبالصحة والراحة. كيف ما تقدروا تشربوا من بعد الأكل أو قبل الأكل، وديروا بحال الشاي. فوالا.